السلام عليكم، اهلا بكم. فيديو اللي هنعمله مع بعض النهارده هو عباره عن ابسط واسرع ايس كريم هنعمله على الطريقه البارده، ومش هنحتاج فيه نار ولا هنحتاج ممكن كمان ما نحتاجش الفريزر ولا اي حاجه من دي. ممكن نعمله وناكله على طول في نفس الوقت يعني، وهيبقى برضه ساقع ومتلج. كمان ممكن يستعملوه الناس اللي هي يعني اخواتنا المسيحيات اللي هم بيبقوا صايمين، ممكن يستعملوه ايس كريم صيامي، لان مش هنستعمل فيه لبن، وممكن تستبدل الميه اللي انا هستعملها الميه المتلجه والمكعبات، ممكن تستعمليها باللبن، بس دلوقتي حطيتي لبن مش هيبقى صيامي. فانا دلوقتي حطيت معلقتين سكر المقادير بتاعتنا، ومعلقه جيلاتين دوبتها في ربع كوبايه ميه، هستعمل كمان كوبايه وربع من الميه وفيها مكعبات، كوبايه وربع من الميه وفيها مكعبات زي ما حضراتكم شايفين. احط كمان الربع اهو، يبقى حطينا كوبايه وربع ميه وفيها مكعبات، وحطينا هنا المعلقه الجيلاتين البودر، كله هنحطه على بعضه، وهنستعمل يا اما المضرب يا اما الخلاط بتاعنا. حطيت الجيلاتين والسكر والميه، وبعد كده هنستعمل كمان ايه هنا باكو من الكريم شانتيه، او نجيب اللي هو الكريم شانتيه للساده اللي من غير سكر. فهنا ده باكو، في اضافه كمان هنحطها اللي هما معلقتين من معلقه الاكل كده، معلقتين من كريم باتيسير اللي بنشتريه من عند بتوع مستلزمات الحلويات بيبيعوه سايب. فانا جبت معلقتين من كريم بستري ونحطهم كلهم على بعض. بعد كده هنعمل ايه؟ هنقلب. خلاص خلصت عندنا كده المكونات بتاعه الايس كريم بتاعنا، يا اما بقى بعد كده نضربه بالمضرب او نعمل بيه الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب شويه كده عشان ما يطرش علينا. طبعا ممكن معلش الصوت بقى استحمله شويه، لكن ايه اللي هو وجود المكعبات بيخلي المكونات كلها تتقل بسرعه، لكن لو استعملت الخلاط بيبقى ايه اقوى شويه من المضرب وبيديك نتيجه اسرع. شايفة بدأ يتقل اهوت معانا، وبعدين احنا كمان ممكن بقى يا اما نستعمله كده ابيض ونحط عليه فانيليا بايس كريم فانيليا، او نحط عليه مثلا صوص فراولة يبقى ايه بطعم الايس كريم بالفراولة، نحط شوكولاتة يبقى ايس كريم شوكولاتة، يعني هنحط برتقال يبقى ايس كريم برتقال. يعني النكهات والطعوم والحاجات دي كلها في ايدك انت، لكن احنا دلوقتي كل بالشكل ده هنحط عليه فانيليا يبقى ايه ايس كريم فانيليا. معلش انا اسفه قوي علشان الصوت. شايفه القوام؟ يعني ممكن بقى انا اخد الكميه دي
اقسمها واعمل فيها احط فيها الوان مختلفة. يعني مثلا ناخد شوية كده نحط فيهم لو حطينا معلقة كاكاو مر اللي هو كاكاو من غير سكر ونعمل بالشوكولاتة. كل ما بنضرب فيه بيتقل وقوامه بيبقى تقيل وغليظ. يعني ده عملنا واحد صنف عود بالشوكولاته بطريقه بسيطه خالص. بعد كده انا عايزه مثلا اعمل ايه، ده عملنا بالشوكولاته، عايزه اعمل بصوص الفراوله. هنا صوص الفراوله انا كنت بعمل مربى فراوله، اخدت شويه من الصوص المركز واحتفظت بيهم وحطيتهم في التلاجة عشان استعملهم مع الايس كريم، يبقى عندي ايس كريم بالفراوله الطبيعيه. شايفة صوص الفراولة لكن لو عاوزة تستعملي اللي هو الألوان اللي هي بتاعت التورت وكده الألوان الجل مفيش مانع. ادي كده عملنا بايه، بصوص الفراوله. لو عاوزين نزود اللون بناخد من الالوان البودر او الجل ونضيف عليها كده، لكن كده يعني كفايه اللون كده يبقى حلو وطبيعي بالنسبه لاطفالنا وبالنسبه لينا يبقى صحي اكتر. يبقى عملنا هنا بالفراوله وعملنا هنا بالشوكولاته بحاجات بسيطه جدا. ممكن اعمل بالفانيليا، احط فانيليا بس هنا يبقى خلاص واضربهم بالمضرب. عاوز مثلا اعمل انا بال مثلا بطعم تاني بالبرتقال، اجيب مثلا تانك او اي حاجه من اللي بنستعملها وايه واحط شويه منه يديني بطعم البرتقال او طعم.
كده خلصنا الثلاث انواع بتاعتنا. هي عشان فيها مكعبات تلج، ممكن لو احنا خايفين ان اطفالنا ياكلوا الحاجات المتجمده قوي او وخايفين على زورهم او كده، بنعبي كاسات وبنديها لهم على طول ياكلوها، لان هي قوامها تقيل، القوام بتاع الحاجه اللي احنا عاملينها شوفوا تقيل مش خفيفه، فعشان كده احنا ممكن ايه يعني ما نجمدهاش ونخليها بالشكل ده، ممكن نقدمها لضيوفنا ولاطفالنا، لكن عايزاها تجمد قوي تحطها في الفريزر، احطها في عبوات بقى بلاستيك وكده، او نحطها في كاسات زي ما انا هعمل بالشكل ده، كاسات اللي هي الستانلس دي، واعبيها. هنا مثلا انا حطيتها في كيس من الاكياس اللي هي بتاعه السبوع عشان ايه اديلها شكل شويه، كيس كده ضيق. يعني ممكن اعبيها كده بالمعلقه طالما هي سايبه، واحطها بالكاسات كده اقدمها على طول، او احطها في الفريزر تجمد لو عايزين نقدمها متجمده. هو عموما الفيديو بتاعنا خلص، عشان اللي عايز اللي يزهق يقوم خلاص يعرفنا الفكره بتاعتنا، وقلنا ان هي كوبايه ونص ميه متلجه فيها مكعبات تلج، بنحط فيها معلقتين باستر كريم، او وبعدين بنحط فيها كمان معلقه جيلاتين باودر، بنحط بندوبها في ربع كوبايه ميه، ومعلقتين سكر، وكيس كريم شانتيه، و نضربهم مع بعض في مضرب او خلاط ونطلع احلى ايس كريم. الطعوم بقى والالوان بتاعتنا دي نحط بقى الطعم اللي احنا عايزينه، صوص فراوله، كاكاو مر ساده او بسكر متفرقش، اي باكو من اللي هو عبوات التانك اللي بنعملها عصير، فهيدينا الكميه الحلوه دي. معلش الصوت بقى تعبان لسه. احنا كده خلصنا الايس كريم بتاعنا الجميل اللذيذ بثلاث الوان وبثلاث طعوم مختلفه، وبطريقه سهله ومكونات بسيطه خالص خالص جدا، وبيتعمل في 3 4 دقائق بس. طبعا التصوير هنا بيحسسك ان هي الوقت كتير وصعب، لكن الحكايه سهله جدا وبسيطه جدا. اتمنى يكون الايس كريم بتاعي عجبكم، والطريقه سهله وبسيطه، وزي ما قلت لكم يعتبر ممكن ايس كريم صيامي. اتمنى يا رب تشتركوا في قناتي وتدعموني يعني باللايكات الجميله بتاعتكم والتعليقات الحلوه والاشتراك في القناه، وكل يعني كل اللي يشوفه اتمنى يجربوا، هيلاقيها طريقه سهله وبسيطه جدا وهتعجبك جدا. وتحياتي على السلامة.